يوم جديد وحلقة جديدة من فن نيوز صارت جاهزة لحتى نعمل جولة سريعة على آخر أحداث الساحة الفنية. يسعد أوقاتكم وانطلاقة حلقة اليوم من خبر رحيل الفنان القدير صباح فخري يلي ترك حزن كبير عند الكل وضجت السوشيال ميديا فيه مو بس بسوريا ولكن بالوطن العربي أجمع. خسارة القامة الفنية تركت أثر عند الجمهور والفنانين، فنعى عشرات الفنانين صباح فخري يلي ترك وراه إرث فني كبير وذكرى ما رح تغيب برحيله. فنشر سلطان الطرب جورج وسوف عبر حسابه الخاص على السوشيال ميديا صورة للراحل صباح فخري وعلق عليها: غاب الكبير، سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وأنا حزين، لروحك السلام. مو بس سلطان الطرب وكمان الفنان صابر الرباعي يلي كتب: نشاطركم الأحزان للعملاق الكبير صباح فخري رحمه الله، ولكم من بعده طول البقاء، وإن لله وإنا إليه لراجعون. القدير ياسر العظمي كمان نزل نعوة وترحم على روح الفقيد، بالإضافة لنجوى كرم يلي كتبت: خسارة ما بتتعوض لكل بلاد الشام والطرب الأصيل، الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية. وكمان كثار من الفنانين من سلاف خواخرجي، بسام كوسا، وأمل عرفة، والكثار أيضا يلي عبروا عن حزنهم لرحيل العملاق صباح فخري. ورح روح بتاني أخباري على مصر ولعند فنانة سبق ولاحقتها الشائعات الكتيرة وخصوصا يلي بتتعلق بموضوع طلاقة من زوجها، وعلى ما يبدو عم ترجع هاي الشائعات للواجهة من جديد. فانتشرت أخبار جديدة بتحكي عن انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وطلاقهم، وعم ترجع هالشائعة من جديد بسبب واحدة من المواقع الإلكترونية اللي نشرت إنه النجمة المصرية كشفت احتيال حسام المالي عليها. وهالشي نحكى عنه كتير سابقا، والجديد بالموضوع انه وسائل اعلام مصرية اكدت انه هالخبر غير صحيح، ومن خلال مصادر مقربة من الثنائي الشهير تم نفي كل يلي ورد من اخبار طلاق الزوجين، وشيرين عم بتعيش حياة سعيدة مع زوجها. باب ثالث أخباري بمصر، وطالما عم نحكي عن شائعات الطلاق فما منقدر نتجاهل ميكا السابي اللي تصدر اسم مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من بعد ما حذفت صور العائلية، خاصة الصور يلي بتجمعها بزوجها محمد صلاح الشهير بأوكا. مي أثارت موجة من الجدل بالساعات الماضية، الشيء اللي دفع بعض المتابعين لإطلاق شائعات انفصالها، ومن بعدها نفت الخبر عبر حسابها الخاص على تويتر وعلقت: بطلوا رخص، عن جد فشلة، لو كلفتوا حالكم وقريتوا البوست تبعي رح تلاقوني كاتبة أهم نعم إجتني بالدنيا هي جوزي وولادي، عن جد الله يشفي، وعن جد أنا تعبت من تدخل الصحافة بالحياة وترويج إشاعات أكثر. نقيب الصحفيين، نحن محتاجين قانون صارم عليهم، نحن بني آدمين كمان وعنا أولاد وأهل بيزعلوا علينا، فارحمونا ومو كرمال تعملوا تريند تخلقوا أخبار ما إلها وجود. ومن شائعات الطلاق يلي طالت بعض الفنانات حنروح لجديد البعض الثاني وتحضيراتهم وأعمالهم القادمة. فانضمت هنا الزاهد لقائمة أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما، وتعاقدت على العمل بشكل رسمي. هنا رح تظهر بدور مهم ومحوري خلال الأحداث حسب تصريح منتج العمل المأخوذ عن رواية بنفس الاسم. أما من ناحية ثانية فعم بتواصل هنا تصوير مشاهدها بمسلسل أنا وهي يلي حيشاركها بطولته الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر عرضه بموسم الشتوية القادم، وبينتمي لنوعية الـ 15 حلقة وبتدور أحداثه بإطار رومانسي وكوميدي. يعني هي كانت كل أخباري لليوم، ولهون جولتنا الفنية بتكون خلصت. موعدنا بكرة إذا الله راد بنفس الوقت وأخبار جداد. باي باي.